الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي بين سبحانه وتعالى وكما هذا نقينا كنا أمانينا إن نقول مياي مساجد كان إنكو مدارسينينا علمي إلهي سبحانه وتعالى وصول ديبي نبي محمد إلهي وافجنتي سوي ونعمة إلهي سبحانه وتعالى إن السيئة إتهاي قدر كذا إن نقرن قف كمسلم كائنا إتهاي إن واد وقف وفرح الدنيا نعيد كل دولنا كل قيمة بدناته وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إلهي سبحانه وتعالى فضل جيس وحكم إذا وحي جنوس ودين محمد عليه الصلاة والسلام إياه نون أنت ضامها عد وضاني إلهي وكونوني وافتيي إلهي الرحمة دي سنار أنت سوا كميت مددا أنو كل يعني بإذن الله سبحانه وتعالى دراسين دونه ومددا الدورة دي هرنا سديت كتاب لحريرة أنا أخري أرضي دي هرة لا هي أنا جي جبا نوام فعدمان وما أدد كصعب صن توحيدك هي اعتقادك كتبتا أنا لجن دونا وحقوق بسم دون تا صدح قيبوت قيبت كوبات وحين غن دون تا كتبتا كاد ليصاع صلاهان توحيد العبادة تحقيق ألوهية الله سبحانه وتعالى انفراد الله بالألوهية إلهي كليين تيسا يربي سبحانه وتعالى إله نمو إنه لقاريه وكليد العبادة وحق له تاسو أي لازم تهي إن لبرتو شركك سيساقنا الله يساقي الالي اللي وقفه هذا ولا يمكن تحقيق التوحيد إلا بترك الشرك توحيد قفكو ما حقيقين كارو واجب كامل قدن كارو دانو شركي كتغين شركنا قفكو اسكما إلالين كارو دانو قرانين حقيقة دي سيا شركي وحويح كتاب كوهر رأيين وقبل عبد دوناء القواعد الأربع وحينو قحيق دوناء ثلاثة الوصول وحينو قحيق دوناء بإذن الله تعالى كتاب التوحيد وهذا كتابه هرباء سي مجملة وقود بيوغاه الليان توحيدك وواعد أساسياتك هي أصوش علم التوحيد وكل سنة هاي أي شيء دونان كتاب التوحيد نو فاهم دونا والتوحيد كوحي هاي روكا الله وشيغو فضلك التوحيدك نور بابو كوشيغو شركي جيه الاسلمدي سنة وكهد الله كده بيحو يقلي دونا انو فافاهي ابوابتي شركي وحيابها عباداتك دي لا اللو سمينا التوحيد نقرية دي لا عدنا اللو سمينا شركي نقرية وحي نوغو حيق دونا كشف الشبهات مسائش التوحيد ككتبتا سعي دكتاي شبهات كيكوسو أروريين قبوريين تحبال عابدك يكوو شركي قاد دين كدكتاي لقاقات شوابية يدي باحي نقالي دونا قيب طلبات يكتب تاس وكوسو عبصان بابو أسماء الله وصفاته وحيواتي تاين لقا آمنو عقيدة لقا دكتو إلهي مقعدي سي صفات كيس مركا لتاقية أم الله مريو وأنا باب عظيمة وإسنة التوحيد كلفتي سكمدا آدو قصو نقضي إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس إيو حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام لقوريه كان صحيح كتب تباب كاس أنو كقادم دونا يقل لفتو دوحي نقن دونا كتب شيكتا قواعدك بابك
كتابك هي السنة على قد ديكتي هي كتب كذا شباب كذا تفاسير شيسة وحويران تصالي على النقطة إلهي سبحانه وتعالى مقعدة هي صفات كالوصق أيو يوحى إلهي اللي قام فينا أيو سعى الله أرانا أيو إلهي كما صفيس قبت صدح هذا كتب تنرقن دورنا بإذن الله سبحانه وتعالى وحي كصاب سنان دونتا بابك السنة ولوغة تشيدو مسائل الاعتقاد التي تميز بها أهل السنة عن سائر الفرق سايش عقيدة دا أهل السنة فرق كلائك قد وينهين سايش أمة الإجابة يكون قيب صمتي يا أهل السنة وحي مسايشة كامسيهين كامسايل البضان وكتب تورين كؤولين أيا كتب تانا بإذن الله سبحانه وتعالى إن كوارك دورنا فلنقن قودهان التوحيد والإرادة علماء قاركودنا كتب تاي قرين مقعاسي وبحيين سكتاب التوحيد لابن مندة هي كتاب التوحيد لابن خزيمة وكذلك كتاب التوحيد الذي فيه حق الله على العبيد هي قوة الله متكا وحكى الله مركا الله يرى مقع الإيمان علماء بضاني كتبتها كقرين فن العقيدة مقع الإيمان بيو بحيين سأل إيمان لأبي عبيد يو الإيمان لابن أبي الشيبة يا الإيمان لابن مندة يكتبت كلام ما قعودت لا ميت كأقواس وابصالي عليه علماء قارنا وحيو بحير مقع السنة سيدا كتاب السنة للإمام أحمد رحمه الله السنة لعبد الله بن أحمد صريح السنة للطبري شرح السنة للمزني شرح السنة للبربهاري السنة لابن أبي العاصم يكوى كلا يلمد كاي مقع يقو نسيت اسمنا الدي ديان مقع يلاسي ولما انتود با معنهودو فنقن وكتر الشمية قضية دو مرقا كصابصا مقع يدو نواسك قضية استلاحية وي وارين مرقا يربحينا وحموه مون مقعينا نتصينا هين وح خلاف صن معاندة آيات كي حديثة السلام ركانا مقع مضمون كاما وحا مقع لغا دقاي فنقا مقع لغا دقاي وحقوب صن ايو انو كتر چومي واللقا فاهمي كارو كتاب كان وهرية بإذن الله سبحانه وتعالى قادم دونا وكتاب كالرادو القواعد الأربع وكتاب كوبان وكمدة كتبته وقري الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكوب صنع كتاب كني قاعدوي واوين وقواعد يقينية وحشكي أبي راتيان وكتشرين مرنا للجلين كرين وايسا الشيخ الشيخ الدوره وقواعد وكسو قاضي كتاب كإلهي وايضا قرآن يود ليشن دونا ولي بس وافق سنسي آيات كسلف كوفسرين يا علماء التفسير كقدم بي أئمة السلف سي مجرير الطبري البغوي ابن كثير يو علماء لامتكا وحكى له دليشان دون حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له وحجيسان دون ما تواتر من حال المشركين حال كي مشركين تا تاريخيا أدلو سوريي قرآن كو ينوغ الشيكي النبي عليه الصلاة والسلام وصوريي وحامر كقواعدا المقصود كالقل لي يهوي هاي إلا قرطو حقيقة التوحيد هي حقيقة الشرك صوت كجود أفر تنقع إذا لقل لي وإنتس حقيقة التوحيد كانت قرطو محا التوحيدة
هي حقيقة الشرك. مر كان واحد قرن دونتا من الموحد ومن المشرك. وفي كيبا مد إلهي وحيد وكليا كيبا مشرك وإلهي عدك له وحكو شراكيسيي إلهي ولقاري هاي وحقي سيبر حترناه. وفي كمسلم كاي قواعدنا دي وبرتو وكعمل فلو وحاو كجبت بادي بإذن الله سبحانه وتعالى شركك يا شبكة دي سو شيطانك وقلبه وعيدا قفك ودانو قرانين حقيقة الشركة هي التوحيد كويس كي قسميا سيدا سوى كلا يا مشركة يا موحدة كلا قران مايا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وشيخ قواعدا اللي في قري وهو عدي قيمها علمي إلا دهي ينفع جي أهمية إلا برتوه ولقو عمل فلادت كان لبرائلة سأكو قرآن الدرر السنية وحيره هذه أربع قواعد ذكرها الله في محكم كتابه طنع كتاب كان كفر قاعده أفرت قاعده إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس كل شيء يعرف بها الرجل شهادة لا إله إلا الله أفرت قاعده واحد وش راح ينقفك الرجل قفك ينبو قتشي دا المرء رجي الدمر كيبا واسكمت هلكن شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله معنيه دا الصح دعا أي أفر تنقى عيدو قفك وكفهميه ويميز بها بين المسلمين والمشركين تدك مسلمين تا إلهي وحيدات توحيد وقوه قان سمي يا مشركين تنوكوك لقران يا وكوك للسوعية وتدبرها يرحمك الله هذا هو فيرسو هيسكد المرين روح مقاصد يو تشيدوين قواعد لقل اي هاي الدلاله تصين ايسا سيف عن فهم واصغ اليها فهمك فهم كاغ او رارعه وين فهمتو عاد السقدي فانها عظيمه النفع وامد النفع قيد ادم وي النفع كوين ما تشرو ان فهمتو حقيقه التوحيدك هي حقيقه الشرك سنه توحيدك ugu amal farsho dadkana ugu yeedho shirkigana aad saga ilaaliso dadkana aad uga digto risaaladan aad bay culimadu u sharaxeen culimadu sheekh ka dambeeyay kutub fara badan oo ay ku sharaxeen ayaa jirta waxaana ay ka mid noqotay muqarradka xalaqaadka cilmiga lagu daraasayo talabatu cilmiga marka fannu al-aqeed al-amarayo loo dhigo loo darasay kull sharh kooban ayaan anigu mar ku dul qoray oo anigu tala galay ardayda xalaqaadka iyo kuwa mucaahid iyo maraakiistuba inay ka faa'iideystaan sharhaas oo marka koobsanaya kelimaadka matniga macnahooda iyo qeexistooda in la sheego ومفردات كمهم كا متن كتاب كتشرة معناها إلا قاح وكذلك آيات كقرآن كمصنف كودليشان أيو تفسير كود الجود إلا شاقو إذا لك على الميسان أيو فسرين تأهل التوحيد كأهل السنة وحايكو فسرين سيدا سوكالة قاعدة كستي مقصود كذا إلا شاقو يعني قاعدة دا المركة القود لك أيو وجدد الله صعد وامح حال الدنيا إن تفهمته أما برشدة يدويكو قارسيسو كدبنا خلاصة مختصرة إن قاعدة كستشر حيدا لقى بحيه سو كوبس أسئلة سؤالانة ترأيقنا قواعد مطلقة يشر حيدا با انكسم إيهي حاجة دنبك كجدا بعن وأرض جهدي وكشق أيه ونقول يمد كتاب كان فهمي شيخ كتاب كقري وحبا ترجمتي سا ما تاريخ سالك وشيء جمينه إن شاء الله كتبت الدنبك أيه نودي قلنا صنف رحمه الله تعالى وحوله بسم الله الرحمن الرحيم وحكوب بلا بكتاب كيسن
يا رسالة بركيسان بسن كايو كبلا رنتا وحو كقد ديدي كتابك القرآن كاح آيات دوه الرسالة قرآن ايتهاي بسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وح قرآن وبسن كوريا آنو كولين آنو كولين أول آية في المصحف وبسنك بسم الله الرحمن الرحيم وحكى له كتابك بسنك وقبي لاوي اتباعا لسنة الأنبياء سقو الراعي وقد ينايا سنها النبي يدي الله سبحانه وتعالى وصادره وحيا هايين وحيا أبا مركا يقريان قارهان رسائلك كو بسنك كبي لاوي وحوري كقريان بسنك كدقا إلهي سبحانه وتعالى في سورة النمل وكذا ورمي قصة دحمرتي نبي الله سليمان يقبرني بقرة هذه الرهير السبع والتلينجرت مركو قادي نبي الله سليمان ورقد بقري ورقد سوحي كب الأب ميسي بسنك إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم تاسوح مركين الدرنسين الساعة سنة النبي قال إنه قرينا نهين إن قرأ الله بس إنك لقوا بالعابة هاي السنة ها أنبياء ضارد النبي محمد عليه الصلاة والسلام سجنا ساسو كلا يقوا بالعابة شري وراقها وقرية دت كدين تقوي يري بس إنك قوا بالعابة شري حيابو الدليل حكم إذا حديث كابن عباس بخاري مسلم باي وريان كورما هي ورقدي والنبي قدري بقركي رير روم ولقب كي سواها هرقل وحا ابن عباس وكورما كتاب كاس وحكوب الامية بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم اسم كون نبي عليه الصلاة والسلام وكقر وحانو الشيخي والقدر إني كسعوت محمد وأدونك إلهي رسولك إلهينا كنا سعوت ننك لقلنا نيسو هرقل وهرقل وحوها لقب لملوك الروم نانيس أما مقع أي لهايين بقردي رير روم هلقى كسرانا وها مقع أي لهايين بقردي رير فارس ومد مد السجارة مقعهم الله هين كل من حكم مصر أيال ورنشري كل من حكم روم أيال ورنشري هرقل كل من حكم فارس نكسرة كل من حكم الحبشنا نجاش كل من حكم مصرنا فرعون فرعون ذل افتضوا يبناهن عظيم الروم أو كي رير روم كودي ويناية نبي عليه الصلاة والسلام وحو كلها الله وحي يقوى يكام سنائين قال إلهي أكتي سماوينا إن كان عظيما فيهم وقفكنا وحي مركي سوى الشيغان أيو أما ددكي سواوية قانان والغو الشيغي كرا والغو الخطاب كرا كذب رسولك عليه الصلاة والسلام نحر كي رسالة دا صيو الشيغ حيو علماء ودي لشرحة كم إذا إن وراقها يكتب تبسنك لقب بلعبة لبا هذه كتابك أما ورقد قرآن يوحان قرآن هيني يكو قرين وحان قرآن كهيني وبدي إن أنقالك تابشد سلود دي دي واستقاب رسولك ودري سواء ما يسوى قال ساسوك لقفك أن طاهر كهين إن اللورين إن قرآن باكو قرآن هتابنك ردي هذا الكلام وبدئي إن قرآن كعين، وركاد بس إن كوا كوي علي بسم الله الرحمن الرحيم قرآنه، ساسو كلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء، آية دا إلى آخرها، ودنا رسولك قال كاس أيه أدري، قال كنا دي مرك اللوج جيو طابنا يا وأنو آخرنا يا. ابن حجر رحمه الله تعالى وعشق أيمد وكتبته ذي نبيسك كوب العبان أيمد يحويان كتب الحديث قري وركو الرمي
وحانو يري وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح الكتب البسملة أرنك علماء كتب قري وحوصل لكتو يسوق بي شوتي إن كتب علمي بسنك لغو بلاه بسم الله الرحمن الرحيم نبي عليه الصلاة والسلام حق هذا الكلام واحد دليله صحيح وكعد مركو هذا الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم وكو بلاه بشري كل أنا ما أرك والنبي عليه الصلاة والسلام وكو بلاه بشري حمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه مركو جمعان خطبة دينيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكلام بلاه بشري لكن حمد الله بكو بلاه بشري الحمد لله ما إن الحمد لله وكذلك حوية لأن هذا الذي سكله بس إنك صابت شيخ وجب بلابي وكاس وكتابك القرآن كأول قد ضينا يو سنة دي أنبياء أول الراعي هي عمل كأهل العلم ده هي ما جعل الله سبحانه وتعالى ولا كلمة سنة يو وحن للقرية يو لقوا الرئيسين يلو كلمة سنة لغانا بركاي سنيو بسم الله الرحمن الرحيم معنيد ومحي معنيد وحويه بسم الله الهي مجي عيسى اني جو وكالمي سنيا ايان والف ايان كتاب كان قريه اما اكتب ان قريه الله الرحمن رحمه بلادن كصفيسن الله الرحيم يا رحمة دي سب الله رنمي ده خلقي جيس سو جادو مركابيس إنك ده بسمي وجاري مجرور بعضه حرف جر ولماذا قارو حدا المعاني دوال المصاحبة أنا ما جع إلهي لصاحب صن أوطح قارنو حدا دوال الاستعانة ما جع إلهي وقرآن وكالمة صنية لبعض تيل ده نوحدي وملح لبدا معنا هو معنيال صحوي مركا اسم كمجرور كاي حرف كجر كوريا وين كتعلقان كحرمان فعل اما اسم معناها فعل كوتر مركا علماء واحد هذا جاري مجرور كان واحد كتعلق اي واحد في عن ان حق الدنبلة مريم هذا محمد بسم الله وألف وألف إذا حق الضمين مرن وهي تسوح فايدين إسا مركا جاري مجرور كاللهور مريو ومعمول كيا وهي فايدين إسا حصر ومعني سيهاي مقع إلهي أو قرى أنا كالمي سنيان قرية ساسو معنون غنية وهي كلي فايدين إسا إن أنا مقع إلهي وحب الله قهر الرئيسين وكان لغو بلابا هي هذا الكا إساقا أو النوضة وحا كلافيا عن وحا لغو تعلوكينا يا إلم فعل نوضة بسم الله وألف أما أكتب داخلية سأقرأ دادعوني سأأكل وهي دي فعل لذا أصل وعمل فلك يعني وحكا لأنت قلان يكو عمل فلان فعل لذا أصل له صدح مقع وإلهي سبحانه وتعالى مقعيد سكمي دا أيا بسنك كتيرة سيد الحلام قاعية سوى صارية تفضل الله الرحمن يا الرحيم الله معني سوى حوية المستحق وحده للعبادة وكليدي عباده حق له يعني المألوه الحقوي ابن عباس مركو فسيره حول الله ذو العلوهية وكإله نمدى وصاحب كي والمعبودية معبود نمدى على خلقها جمعين خلق قولنا كحق أقول إلي عابدان وليبا كليدي أي عابدان إلهنا في لغة العرب معناها سلية هاي إن شاء الله أكتب دومين كوارك دوانا وإله وبمعنى المعبود صاحب ابن عباس رضي الله عنه وكفسره كتبت اللغة هي معاجمتنا ساسا كتالا مقع اللبات والرحمن ومعنيه سيال المتصف بالرحمة الواسعة الله كصفيسا رحمة بلارا
مركلبا معنى وتصين يا مجعني معنى كوباد اتصاف الله صفة الرحم صفة رحمة لراهدو إلهي نكس في سي رحمة دا إلهي أطى مخلوق عن الله مدهي وإلهي نقوى الرحمن ما ينام بحين إلهي سقع يا مقعا سكو مقعا وي إن الرحمة كس في سين إلهي سقع ينوشه ورحمتي وسعت كل شيء يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء رحمة دي سؤينان التمخلوق الله مدهي لنا يصفات كي سؤالنا إلهي باي نور شهد ويقول ليس كمثل شيء هو السميع البصير أركا إلهي يقول له رحمن بانا هاي رحمة بالعنم من كسي فيسانا هاي وان الرحمة دا الدوامة هايقا ما أولن كرنو إلهي وصفة الرحمة مليد وايو وداد الرحمة لدي مخلوق ونا رحمة بولي هاي مخلوق الله مدن غرسة فسوا خلق إلهي الرحمة بوسيد وجود اللي يتريتان وتريتان كيسو كمخلوق آن ولا مدعي أي يقول لي الرحمة آن تمخلوق آن لا مدعي إلهي علم الصومالي إلهي علم بولي ميكا دلانسا مخلوق علم بولي واسكمت وما يا سيفاك استاوى عدة الله تيرية لرادة عدة ساعة كسي فيسان أي إلا ميقان يلا درجت وإلا يكوتها يكوها بوانتح أرنك الله بعد مقع الرحمن وإن تصين إياه وسعة رحمة الله بالله ندى الرحمة دا إلهي وكسي في سي لهذا أبي من رمعني سوى محي ذو الرحمة الواسعة والله كتل ما آمن كسي في سن رحمة دا بالله بالله ندى حقه لك قاتل صيغة فعلان الرحمن الفعلان أي الله وزني أي سوى ما ألغى عربي مركا لأيه أي تصيصة كثرية امتلاء بضنان يبوحس ساعد شاني جوعان إيه ما قاعد الله متكا أدو يعني هرات بدن باهي وين معنيه يقاتش بدن باهي سين إلهي سبحانه وتعالى رحمة دي سوني بلارنت ونوش يا جاي رحمتي وسعت كل شيء رحمة دي الشيء والبوي قادي يعني في الدنيا إلهي سبحانه وتعالى خلايق دي صورن بون حريستا إنسي الجن حيوانات ينول أوردر الرحمن هو اسم خاص بالله وما إله أقاره ما بنانا قف إن الرحمن لا بحيه لا يسمى به غيره هل نبى لب حي الرحمن رحمن اليمامة يا قرن يا كوهان كاس إنك لب حي الرحمن اليمامة أيه وصيلم الكذاب وصيلمه بين لها إن مني ماذا شكت رار يا ماما رحمن يا ماما ولا بحر حاك الراعي ما قعون أكسن ميو الراعي ما يا وايو وحان الله ين بشكت ما قعو كعام بحي محون لغدا تاريخ ده وقلي وصيلمة الكذاب ما قع صدحات والرحيم ومعنى سياه المتصف بالرحمة الواصلة إلى الخلق إلى هو كصف إيسان رحمة خلق جيسا سوء قادة إلى رحمة بلدان وكصف إيسان يهي ما هامدان إساك سوء دافي وامد آثار تراد ككترشا وسوء قادة خلق جيسا لهذا بقى إلهي سبحانه وتعالى حياف ربضان ووناكسان وعدومو يتعلن كو انتفاعان إلى الرحمة وكما قعابا لأنه هو الرهد ككدر شيء إلهي الرحمة ديسة سيدة ربك منظر إلى آثار رحمة ربك واحد يكتر رهدت ككدر شيء رحمة ربك سامين تيالتي خلق يكو يالتي ربك نفعي قلدت كابارتي الرهد كساري أيا كم إذا سامين تا رحمة إلهي خلقك يكو يالتي رحمة إلهي إن أنا هين صفة لازمة وإلهي أن صور دافل إيتهاي صفة خلقية سوء قادة وحاود الإله أيضاً وخير رحمتي وسعت كل شيء شيء والبوي قادة رحمة إلهي رسولكم عليه الصلاة والسلام حولي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ورحمة إلهي وحي كنت تعلق إيسا لحرير إيسا عدي رحمة إلهي متيسطي
وحي إلهي أقول حريصا لها سميسا لبدا المقع الرحمن يا الرحيم وحي كم ديسيهين يجتمعان في الدلالة على اتصاف الله بالرحمة وحي كم ديسيهين تصين تاي تصين أيان إلهي إنه صفة الرحمة كسفيسي الرحمن يا الرحيم صفة الرحمة إلهي إنه كسفيسي وتصين أيان لكن مقعد إلهي ومتباينة باعتبار الدلالة لما أورن كرال بضع مقع مقعد إلهي كمدي إسكو معنون بيت الصين يانا وحبك مكل الدولة لما أورن كرال كان الرحمن يا الرحيم حبك مكل الدوين شرح أوراد كفهمتين ويختص الرحمن بالدلالة على سعة رحمة الله الرحمن وحولك جارية تصين تو تصين أيه بالله ندى رحمة الإله ويختص الرحيم بالدلالة على وصول رحمة الله إلى خلقه الرحيم لو يحل لك جاري هاي تصنت أو تصن أيه رحمة إلهي إن يتمد خلقي سو جاد خلقي الصامين كي على طه بركان صدح لا مقعد إلهي كم إذا بسم كتشرا معناها سي تصن أيان صلى الله يرحمنا ويرحم والدينا والديكم والمسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.